مساء الخير لكل متابعي برنامج الكرة والجماهير في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم، وسهره النهارده طويله شويه، يعني يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده برحب بضيوفي الاستاذ احمد البكري الناقد الرياضي بجريده الوطن. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك يا كابتن احمد، سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله كده نقدم حلقه كويسه ان شاء الله. الاهلاوي الجميل الاستاذ محمد نجيب المحلل والناقد الرياضي وصاحب اعلى بقى ترند على الفيسبوك، استاذ محمد نجيب منور برنامج الكره والجماهير. نور حضرتك، متشكر جدا استاذ احمد. اهلا بحضرتك واهلا استاذ محمد واحمد بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ محمد. مش عارف اقدمه ازاي، زميلي واخويا وحبيبي الاستاذ محمد رمضان، منور الدنيا ومنور برنامج الكره والجماهير. حبيبي يا كابتن احمد، مساء الفل عليك، وتحياتي ليك وتحياتي للاستاذ احمد البكر واستاذ محمد نجيب، وان شاء الله حلقه موفقه دايما بكل ما فيها. طبعا كان الاهلاويه بيشكوا ان احنا ضيوفنا كلهم زملكاويه، النهارده ضيوفنا يعني كل روح رياضيه، الاستاذ محمد رمضان، الاستاذ محمد نجيب، الاستاذ احمد البكري، اهلاويه ولكن بكل روح رياضيه ان شاء الله. ان شاء الله، وده اللي احنا بنتمناه، وان شاء الله حلقه النهارده يعني تنول اعجاب الساده مشاهدي ومتابعي الكره والجماهير ان شاء الله. سؤال الحلقه النهارده، هل تؤيد قرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا؟ شاركونا آرائكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة الآن. نبدأ النهاردة بسؤال حلقتنا. أستاذ أحمد البكري، بصفتك بقى صحفي وعندك الكواليس والأخبار والإحصائيات كمان، فايلر كان باقي له مباراة واحدة ويتخطى الأسطورة مانويل جوزيه. جوزيه طبعا كل الجمهور يعرف ان هو الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 17 مباراة. مزبوط. فايلر توقف عند المباراة رقم 16. ايه رأيك بالنسبة، هل فايلر كان يستطيع انه يقدر يعدي ويحطم رقم الأسطورة مانويل جوزيه، ولا اكتفى بالرقم 16؟ طيب مبدئيا هنتكلم، لو قلنا فايلر من احسن المدربين. أيوه. اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. تمام. وماشي بمستوى ثابت مع النادي الاهلي من اول ما جه. تمام. مش معنى ان هو يعني تعثر في مباراه سموحه ان هو كده مش قادر يحقق رقم جوزيه. لا، كان ممكن يحققه بس بشرط واحد بقى. أيوه. لو ما كانش بيلعب قبلها صن داونز، ما كانش أيوه. في ضغط اللعيبه مثلا كانت مسافره، ولو ما ريحش اثنين او ثلاثه من اللعيبه الاساسيه، هو حب يغير في ماتش سموحه عشان أيوه. يدفع ببعض اللاعبين اللي يشاركون في التشكيل الجديد، بحيث ايه كان اللعيبه عندها اجهاد في مباراه صن داونز فعلا. وجايين من سفر يعني. أيوة. حوالي 8 ساعات متواصله، فده أيوة. اثر على تحطيم الرقم. تمام. بس هو طبعا في ايده اللي هو يحطم الرقم جوزيه، ممكن فيما بعد اتوقع يعني اللي هو يعني ممكن يوصل. هو احنا برضو نطمن الاهلاويه ان هو ما توقفش لسبب، هو ما خسرش يعني. هو لو كمل بنفس الرقم ده ممكن يعدي جوزيه، ان هو مثلا 16 مباراه، ال 17 مثلا ممكن يحافظ على بدون هزيمه، مش شرط ان هم يبقوا متتاليين. مظبوط. انا شايف المقارنه ظالمه ما بين فايلر وجوزيه، بعيدا عن ده ليه وضعه وده ليه وضعه يعني. تمام. ما طبعا فايلر حد ما شاء الله عليه من اول ما جه، خد فرقه احنا لو شفناها بنهايه الدوري السنه اللي فاتت، فرقه الى حد ما فيها مشاكل، فرقه فنيا ضعيفه، فرقه في بطوله افريقيا برضو ادت اداء غير جيد، خرجنا من صن داونز 5، في الدوري ما كناش بنادي بالاداء المطلوب او اللي يرضينا احنا كجماهير، وقدر يحول الفرقه دي نفسيا ان تبقى بالمستوى ده. جوزيه كان الوضع مختلف شويه. جوزيه لما جه الولايه الاولى، لو نفتكر لما جه حتى ما خدش الدوري في السنه دي، بس كان الاداء بتاعه باين ان هو ليه لمسه. لما جه المره اللي بعدها قال لك انا عايز اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، عمل فرقه من اقوى اللعيبه في مصر، فبالتالي كان هينافس وياخد ال 38 مباراه كمان بدون هزيمه، مش او ال 36 مباراه بدون هزيمه، مش 17 او 18 مباراه. لكن فايلر لا، انا ما ينفعش احطه مع جوزيه. احنا كاهلاويه عشان بنحب جوزيه وبنحب تاريخه، وعمل معانا تاريخ كبير وعمل معانا حاجات كتيره، انا اسف بس تليفون، عمل معانا حاجات كتيره، فنفسنا فايلر يبقى زي جوزيه، ولكن انا متوقعي ده في حته وده في حته، والاثنين افضل من بعض، ده بيتميز بشيء وده بيتميز بشيء، ملهاش علاقه بالانطلاق. اتفضل يا استاذ. ان برضه فتره جوزيه في الولايه الاولى كان في استقرار في الدوري وكان في جماهير، فده كان مساعد برضه
يعني اللي هو حقق نتائج يعني نتائج. امال فايلر دلوقتي ما بيلعب بدون جمهور، الدوري بدون جمهور والاوضاع مختلفه وارقامه كويسه يعني ما شاء الله عليه ارقامه كويسه يعني انت لو شفت. لكن الاثنين يشتركوا في التكتيك، الاثنين عندهم فكر وتكتيك وبيعرفوا يستخدموا اللعيبه بشكل كويس. والاثنين يتميزوا، انا اسف قطعت الاجابه، اتفق معايا يا كابتن محمد ان هما الاثنين بيتميزوا بقوه الشخصيه. لا اقول لك على حاجه ثانيه، لا ممكن اقول لك هما الاثنين بيتميزوا ان بيعملوا شخصيه الفريق الاهلي. تمام. يعني الاهلي كانت مشكلته السنه اللي فاتت ما عندوش شخصيه في الملعب، في الملعب ما عندوش شخصيه الاهلي، الهيبه بتاعت النادي. لكن تعالى دلوقتي معظم المباريات بعد 90 بيحط جوان. أيوة. معظم المباريات انا اللي متحكم في الريتم بتاع المباراه. تمام. معظم المباريات ان كانت بره او جوه. اقول لك على حاجه، انا كنت بعمل احصائيه للمباريات اللي فاتت. هل تعلم ان من ساعه ما جه فايلر اكتر فرقه جابت اهداف في الاهلي هو هدف كل مباراه؟ يعني اي مباراه لعبها فايلر اقصى نتيجه دخلت فيه اهداف كانت واحد، هدف واحد، هدف واحد. أيوة. مفيش اكتر من هدف. فبالتالي اربع اهداف في الدوري. لا انا بتكلم حتى في افريقيا. انت اتغلبت من النجم كام هناك؟ واحد ادي هدف. اتعادلت مع الهلال السوداني 1-1. اتعادلت مع سان داونز 1-1 فعلا. وتعادلت مع الفرقه الثانيه 1 بلاتينيوم 1-1 صح كده. حتى المباريات اللي انت كسبتها هنا، حتى لما كنت بتفوز بنتيجه، لما كان بيخش فيك هدف كان بيخش فيك هدف واحد، هو هدف واحد. فتحسب لفايلر ان عنده شخصيه، حتى لو هيخش فيك جون هيخش فيك هدف واحد. تمام. وده مقبول. ايوه. اروح للاستاذ محمد نجيب بقى الاهلاوي الجميل. انت ايه رايك في اداء الاهلي في مباراه سموحه والتشكيل اللي بدا بيه فايلر؟ في البدايه اعتقد ان مباراه سموحه كانت على المستوى التكتيكي كان في شويه ثغرات عند فايلر. أيوة. بدايه المباراه كانت حتى في التشكيل كان في عليها لوغاريتمات كتير، غياب 5 عناصر اساسيه من بعد رحله سان داونز والايقافات اللي بتضرب الفريق اثرت بشكل كبير قوي على شكل النادي الاهلي في الملعب. قد يكون فايلر فكر ان هو يحاول ان هو يفاجئنا بان هو يبقى موجود معاه في على دكه البدايه 2 حراس مرمى، ودي كانت علامه استفهام بالنسبه لي، لان ما اعتقدش ان مفيش في قطاع الناشئين النادي الاهلي لعيب ما يستحقش انه يبقى موجود على حساب حارس المرمى. حتى على مستوى ادارته للمباراه، يعني ان انا اسحب لعيب صانع العاب عشان خاطر انزل بمهاجم تاني واسيب المساحه اللي ما بين عمرو السوليه واليو ديانج وما بين المهاجمين للاعبين سموحه، او زي ما بيقولوا منطقه المناورات تبقى دايما في ايد لعيبه سموحه، خاصه بعد طرد رامي ربيعه. دي كانت برده عليها علامه استفهام بالنسبه لي ان هو ساب المباراه تروح منه حتى ولو على مستوى التغييرات. قد يكون فايلر كان بيفكر في ان هو يعمل نتيجه ايجابيه يحاول يوصل بيها رقم 17 فوز متتالي، لكن لو هاخد من كلام استاذ محمد بالنسبه لجزئيه جزئيه، انا بالنسبه لي ما كنتش اتمنى انه يكسر رقم جزئيه الحقيقه. ليه؟ لان انا بالنسبه لي جزئيه كان في وقت ما هو زي ما استاذ احمد كان بيقول الدوري وقتها كان مستقر، كان في جماهير، كانت كل الفرق عندها الشغف وعندها الطموح ان هي توصل وتلعب. قد يكون النادي الاهلي كان عنده اقوى سكواد في البطوله وقتها، لكن انا ما كنتش اتمنى ان جوزيه ان فايلر بصراحه يكسر رقم جوزيه، وان كان وصوله 46 هدف في 17 مباراه ده رقم قياسي كان يستحق ان هو يبقى موجود في الفتره دي تحديدا. لكن على مستوى مباراه سموحه، هو انا من وجهه نظري وادار المباراه بشكل تكتيكي سيء الى حد ما، لكن في الاخر خالص نتيجه المباراه قدر ان هو يوصل بيها النقطه ويحافظ على سجله بلا هزائم. تمام. بس احنا برضو لو هنقول جوزيه كان معاه مثلا الجماهير في الولايات الاولى ليه، فايلر معاه بقى قوه المنافسه في الدوري المصري دلوقتي مش زي زمان. صح. لا في بقى الوقت صح دلوقتي اقوى ايام جوزيه. ايام جوزيه كان مثلا الدوري ممكن بيخلص مع الاهلي، كان بيخلصوا من بدري أيوة. فالوقت قوه المنافسه برضو لصالح فايلر. طب ما ده يبقى لصالح فايلر على فكره لو هنعمل مقارنه. عشان كده بقول لك المقارنه ظالمه. المقارنه ظالمه. طيب بمناسبه برضو في لاعب عليه علامه استفهام في المباراه الاخيره يا استاذ محمد، وحب ناخد رايك. كابتن رامي ربيعه طبعا اخذ طرد في مباراه سموحه، وده الطرد الثاني لرامي ربيعه في الدوري. ايه رايك؟ ايه رايي فيه؟ يستاهل الطرد ولا ما يستاهلش الطرد؟ يستاهل الطرد طبعا، ده لمسه يد متعمده. هو اولا هو اخطا التقدير للكوره. ولكن انا احييه في شيء، النتيجه 1-0. الكوره لو عدت منه وراحت للمهاجم هدف تاني قتل المباراه، انتهى المباراه. انا ممكن اكون حسيت ان رامي ربيعه ما عنديش ادنى مشكله ان انا اطرد، بس الكوره ما تخشش جون، بدليل ان هو خد الكارت الاحمر حتى ما تنفس ما زعلش، خد بعضه وخرج زي ما يكون. بس انت عارف بقى قانون النادي الاهلي عمل فيه ايه؟ وقع عليه عقوبه عشان الطرد. لا دي حاجه، دي لائحه. لا دي لائحه داخليه. لا دي لائحه داخليه ما اتكلمش فيها. بس انا بتكلم في ايه، انا برضو لاعب كوره، انا عندي علامات استفهام كتير على رامي ربيعه، صليبي ويرجع ومستواه ويعني برضو مش المستوى اللي احنا منتظرينه واحنا كجماهير النادي الاهلي او مشجعين النادي الاهلي نشوف رامي ربيعه. احنا عندنا مشكله اصلا في المنطقه دي،
ولكن خليني اقول الكوره دي بالذات عشان انت بتسالني في كره الطرد. انا لو مكان رامي ربيعه مش كنت عملتها بايدي، كنت مسكتها بايدي الاثنين. فعلا ليه؟ هي هتروح هدف. الكوره رايحه هدف، هدف الكوره رايحه هدف وقتل المباراه. لا انا ما عنديش مشكله فرقتي تلعب ناقص واحد. عارف امتى ما اخدش القرار ده؟ لو انا جوه منطقه الجزاء. لا 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 لا، لو انا مغلوب 1-0 وانا داخل منطقه ال 18 فهتحسب ضربه جزاء، فنسبه تسجيلها هتبقى كبيره جدا، 90%. ولكن انا هتبقى ضربه حره مباشره من خارج ال 18 بنسبه كبيره ممكن. يعني نقدر نقول هو ضحى بنفسه لصالح انا شايفها كده، انا شايفها كده، لكن هو يستحق الطرد، يستحق الطرد. قبل ما اروح للاستاذ احمد البكري، لان هو السؤال ده بالصحافة بقى وجريده الوطن اكيد اتكلمنا عنه باستفاضه، ايه رايك في اداء احمد الشيخ ومروان محسن وعلامات استفهام كبيره جدا يا استاذ محمد، وخصوصا في مباراه سموحه؟ طيب اصل هي مباراه سموحه كانت مختلفه تكتيكيا خالص عن مباراه سان داونز. انا مباراه سان داونز اتكلمت في الحلقه اللي فاتت، قلت تكتيكيا شابوه فايلر، شابوه على كل اللي عمله، وعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه وزياده، عرف يحط التشكيل المناسب، عرف يلعب بالتكتيك، قسم المباراه لاكثر من جزء قدر يلعب. لكن في مباراه سموحه هو في مشكلتين. انا حاسس من الاول ان هو حاسس ان المباراه سهله، دي كانت مشكلة. المشكلة الثانية هو غير في كم كبير جدا من التشكيل. فايلر بيعتمد على ايه؟ لو قلنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، بيعتمد على الثنائيات. عنده ثنائي في نص الملعب اليو ديانج وعمرو السولية، فاهمين بعض جدا. عنده ثنائي في الشمال معلول واجاي في الشمال، فاهمين بعض جدا. عنده في اليمين ان كان فتحي وحسين او هاني وحسين، فاهمين بعض جدا. عنده في حتى الاستوبر اللي هو في قلب الملعب مثلا، هو ركز خلاص استقر على محمود متولي وياسر ابراهيم. جميل. فلكن المباراة اللي فاتت هو غير الثنائيات كلها، كل الملعب. وفي نقطة مش عارف حد واخد باله منها ولا لا، انا لو جبت احمد الشيخ وجبت قفشه وجبت حسين الشحات، مش الثلاثه دول كانوا تحت مروان؟ ايوه. الثلاثه دول ما ينفعوش يلعبوا مع بعض فعلا. ليه؟ احمد الشيخ من النوع اللي بيحب ياخد الكره ويستلم ويرقص ويرفع او يحط ثرو. قفشه من نفس النوع اللي بيستلم الكره ويهدى عليها ويرقص ويحطها باص. حسين نفس الموضوع. يعني فانا عندي ثلاثة في واحد. ما هو الثلاثه في واحد. لا انا عندي ثلاثه بيلعبوا تحت راس الحربه، هم اصلا بيعطلوا الكوره. أيوة. لو هرجع للماتش بتاع سان داونز كان كله شاف جريدو قال لك جيرالدو بينزل ليه؟ جيرالدو الوحيد اللي بيستلم الكوره بيجري باصي. لكن ارتداد الدفاع قوي. ارتداد الدفاع قوي، لكن انت عندك ثلاثه الارتداد الدفاعي بتاعهم ضعيف، وفي نفس الوقت الثلاثه كل واحد منهم عايز ياخد الكوره يرقص واحد ويرقص الثاني ويفكر بعد كده هيحطها فين. فدي نقطه الضعف اللي كانت في بدايه المباراه بالنسبه لفايلر. ثاني نقطه انت بتسالني على احمد الشيخ، هو احمد الشيخ هرجع للكلمه، فايلر بيعتمد على الثنائيات. مين الثنائي اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت مع احمد الشيخ؟ مفيش. انا احمد الشيخ بنزله شويه بطلعه شويه، بنزله مباراه من اولها بغيره وهكذا. فاحمد الشيخ انا مش عارف اقيمه، لكن مش عارف هو ما عادش مقنع لجمهور النادي الاهلي يا اسامه. انا شايفه لعيب كبير، ماهيش احنا بنختلفش عليه، ولكن هو الكيمياء مش جايه مع النادي الاهلي. ده مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ خلي بالك الدوري بتاع 2017 تقريبا هو اللي جايبه لك. لا هو النقطه الوحيده اللي نقدر نقول ان هو استفاد من فايلر في حاجه واحده، ان احمد الشيخ النهارده بقى له ادوار دفاعيه في الملعب. ماشي. دي ما كانتش موجودة. ماشي ماشي. بس أحمد جمهور الأهلي ما بيستحملش. جمهور الأهلي ده دايما ده عايز دي قصة تانية. احنا بنتكلم دلوقتي على التكتيك. هل قفشة في مستواه؟ لا طبعا. هل حسين الشحات في مستواه؟ طيب أنا هرجع أقول لك برضو مباراة سموحة مش تقييم للعيبة، علشان التشكيل من الأول كان فيه بعض المشاكل. اختيار الثلاث لعيبة بيلعبوا شبه بعض وفي نفس الوقت هم مش في مستواهم، ويلعبوا تحت مروان محسن اللي هو أساسا مش في مستواه. طبعا انت بتقول لي قيم مروان محسن، مروان محسن بالنسبه لي تقييم تاني. انا حد انا عارف انت مقتنع، انا مقتنع بيه جدا. انا مقتنع بمروان جدا، بعيد ان هو بيهدف او ما بيهدفش، لكن وجود ثلاثه بالشكل ده ورا مروان محسن ستايل واحد وبيعطلوا الكوره، هي دي كانت الفجوه في النادي الاهلي فعلا. احييك على التحليل الجميل ده. الله يخليك الله يخليك. ليك تعليق يا استاذ محمد في بالنسبه لمروان واحمد شيخ؟ هو انا ممكن ما قلتش مروان، بس ماشي، بس هقول مروان بعد ما يخلص. انا ممكن اعيد كلام حضرتك بالنسبه لجزئيه مروان محسن. عايز بس اشوف ارائكم انتوا الثلاثه. تمام. انا مقتنع جدا بان مروان محسن مهاجم كويس فعلاً. هو مهاجم جيد، لكن قد يكون هو مش على مستوى اداء النادي الاهلي في الفتره الحاليه. تمام. ممكن يكون مروان محسن مثلا مع مدرب تاني يقدر، يعني مثلا مروان محسن مع الاسماعيلي كان لعيب هداف جدا، حاجه ثانيه. فلما
لما جه النادي الاهلي جه بناء على المعطيات او البراهين اللي هو كان بيحققها في الملعب. فمروان محسن ممكن نعتبره خارج التقييم لان دي بتبقى يعني ليها علاقه باراء الاشخاص او اراء الجماهير. لا انا شايفه داخل التقييم، بس برضو المباراه دي كانت خارج التقييم. مروان محسن عايز لما يكون في مباراه لازم يكون جنبيه واحد زي جيرالدو او واحد زي رمضان صبحي او واحد زي اغاييه. ليه؟ مش سرعه. مروان في ميزه مش موجوده قليل جدا في مصر، ان انا تحت اي ضغط بعرف استلم الكوره، في اي وضعيه بعرف استلم الكوره، وببقى محطه قويه جدا. أيوة. وبعرف استلم الكوره واقف عليها بشكل كويس. فانا علشان احط وانا شايف مروان دلوقتي مش ماشي معاه تهديفيا. أيوة. يبقى انا بستغله كمحطه. بالزبط. وده اللي انا شفته في المباريات اللي قبل كده، مش يضغط على المباراه الاخيره. فلما احطه كمحطه، طبعا عشان ابقى محطه عايز جنبي مني ايه؟ عايز جنبي مني لاعب سريع زي رمضان، زي اغاييه، زي جيرالدو. فبالتالي انا هكون محطه ليه، حتى لو سلمت الكوره لواحد من الثلاثه دول، ان كان قفشه او حسين الشحات او احمد الشيخ، هيكون هو في وضعيه يديها للسريع تحط هدف. لكن احط مروان مهاجم صريح مع ثلاثه بطاء، لا، ده احنا بقينا في مصر هنا مش بنقفل دفاعيا. فريق زي فريق سموحه ده، انت كان بيضغط بالاثنين، الكوره بتبقى مع لاعب بيضغط بالاثنين عليه، فرمضان هيجيب جون ازاي؟ اللي انا كنت اقصده يا استاذ محمد، ان انا بالنسبه لي مروان خارج التقييم لان الاراء. ناخد المداخله الاول. اتفضل اتفضل اتفضل. الو، مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ احمد سعيد. حبيبي استاذ احمد سعيد، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ احمد، منورنا. وحشني يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ما تحرمش من حضرتك وعلى ضيوفك الكرام كلهم. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا. سؤال الحلقه النهارده، ايه رايك يا استاذ احمد؟ اتفضل. سؤال بالنسبه لتعليق النشاط الرياضي، او يعني نتكلم على كره القدم تحديدا، قبل مجلس الوزراء لمده اسبوعين. بص، انا طبعا كنا مظبطين ممكن هلتقي مع حضرتك. انا كنت بتكلم برضو في موضوع المكان عن النبذ الاحتفال والتعصب، فكنت قلت حاجه كده في نفس السياق، ان انا كنت بقول ما خدش مواطن اغلى عندي من ان انا احرز كاس العالم. تمام. يعني ان انا احرز كاس العالم، البني ادم المصري عندي اغلى قوي بكتير. وكانت دي نصيحتي ورسالتي للشباب كل المنع التحفيل والاحتقان نفس اللي خدناه. طبعا انا الصوت واضح ان في حاجه يا استاذ احمد. الو، كده الاتصال اتقطع. طيب نخرج بعد اذن حضراتكم فاصل سريع جدا ونرجع تاني. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل، طبعا سهرتنا الليله بقى طويله، يعني كورونا بقى وبتاع، ولسه ندخل في حاجات كتير. كنا بنتكلم في الفاصل مع ضيوفي الجمال، هل يا استاذ محمد مروان محسن واحمد الشيخ كده دورهم انتهى مع النادي الاهلي؟ انا هسالك سؤال بقى تاني، هو مين المهاجم الاساسي في منتخب مصر؟ مروان محسن طبعا. طب هل الاهلي هيسيب مهاجم مصر الاول ويسيبه يمشي؟ ولكن ممكن ادعمه، انا شايف مع تألق ازارو ممكن ازارو يرجع. انا كنت لسه هسال في ازارو، يعني هل الاهلي اخطا في رحيل ازارو؟ لا، ما اخطاش طبعا. ازارو اللي كان فضل بالنفسيه وبالحاله اللي عليها ازارو، الجمهور بيهاجمه، وفي نفس الوقت هو مش قادر يعدل الازمه، عامل ماتشات ولا اروع مع الاتفاق. طبعا ما انا ده اللي عايز اقوله لك. بص هما وليد ازارو، هجي لك يا زحمه. وليد ازارو من في الفتره اللي لعبها في الاهلي حط كام هدف؟ انا كان واخد بطل الدوري، حط كام هدف؟ 26 في السنه. لا، في اول موسم، اول موسم سجل 26 هدف. لا، التوتال افريقي ومع مع الاهلي عامه. طيب الأهل، لا، هو سجل 26 هدف في اول موسم دي، وده ما حدش حققه خالص فعلا. في تاريخ النادي الاهلي ما فيش مهاجم اجنبي جه لتاريخ الاهلي هو وصل لحاجه ده في كل البطولات. وصل في كل البطولات لحاجه و40. ولكن كان كل ده بس ولكن على كده كان بيضيع كتير قوي. لا خلينا بس، لا، وفرص اسهل من اللي جنبي جاب. بص، خلينا متفقين، لاعب بيحط عدد الاهداف ده ياخد هداف دوري بالشراسه دي؟ لا، ده هداف. ولكن هو كان بيمر بازمه، هو مش ماشي معاه. أيوة. في نفس الوقت الجمهور ضغط عليه زياده عن اللازم. المفروض بقى كان يصبر عليه زي ما صبر على فلافيو. ما كانش هينتج هو خلاص. هي احيانا لما معنوي. لا، دي حاجه ثانيه. لا 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 لا، دي حاجه ثانيه. عايز اقول لك على حاجه، ازارو مع مدرب واثنين وثلاثه كان في الاوف دي، خلاص هي مش ماشيه معاه، يجيب هدف في مباراه وثلاث اربع مباريات يضيع اهداف سهله جدا. فهو كان نفسيا خلاص مش مهيئ، هو عارف ان مش هيأدي، زائد ان الجماهير خلاص زي ما بتطلب بمروان محسن دلوقتي واحمد الشيخ، زي ما الجماهير بتقول
اتفضل. ناخد مداخله الاول. ناخد مداخله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد جمال المحترم. اهلا وسهلا. معك سيد ابو يوسف الخليلي. مين يا فندم؟ سيد ابو جنى. سيد ابو جنى. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ سيد؟ الزملكاوي الجميل. ربنا يخليك يا حبيبك ومبارك ومبارك في حياتك. ازيك يا استاذ سيد؟ بمس عليك، بمس عليك وعلى ضيوفك الكرام. مساء الخير. مساء الفل عليك. حضرتك انا ليا تحكيم بس رساله واحده بس، سيبك ان انا راجل زملكاوي. اتفضل. رساله للمسؤولين على الرياضه في مصر ووزير الشباب والرياضه. يا ريت يا ريت الاهلي والزمالك يسافروا الى نهائي دوري الابطال بطياره واحده. يا ريت، نتمنى من الله عز وجل ان يحصل كده. تمام. نتمنى من الله عز وجل ان يحصل كده. انا كراجل زملكاوي اتمنى اتمنى ان الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي. مش شرط مين ياخد البطوله، اهم حاجه ان هي دخلت مصر. احييك. انا بحييك فعلا والله يا استاذ سيد. ابو جنى الجميل. ابو جنى الجميل. ربنا يخليك يا حبيبي ويكرمك ويديك الصحه ويوسع عليك. استاذ كابتن مجمع ثانيه بس لو سمحت. اتفضل. مشوار الزمالك والرجاء يعني مشوار ان شاء الله باذن الله يقدر الزمالك يقدر يعدي باذن الله. ان شاء الله. بس في نقطه هنا ما في حد يعني في ناس مش واخده بالها منها. اتفضل. ان الوداد في الماتش اللي فات السنه اللي فاتت قدام الرجاء الظلم تحكيميا. الترجي، الوداد والترجي. الوداد والترجي لا الظلم تحكيميا. أيوة. تمام. فخلي بالك ممكن يحصل مجاملات من الاتحاد الافريقي. بص علشان انا ليا تعليق بس استاذ سيد. اتفضل. ازاي البطوله السنه دي انا اشهد لها بتحكيم جيد عمرنا ما شفنا. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، احنا عندنا في الاتحاد، احنا عندنا في افريقيا الكوره ماشيه من تحت الترابيزه. طب يا استاذ ده كلام على مسؤوليتك، بس خليني بس اقول حاجه علشان انا مسؤوليتي، كلام على مسؤوليتي. طب ممكن تديني فرصه بس ارد على حضرتك بعد اذنك. كان معاك الاستاذ محمد رمضان على فكره. معاك محمد رمضان. بص يا استاذي، هل الحكم اللي حكم مباراه الترجي والزمالك كان حكم جيد ام غير جيد؟ يا فندم انا بتكلم بنقطه واحده. طب خليني بس رد على سؤالي. لحد الان التحكيم 10 على 10. حلو، يبقى نشهد. خليني بس اكمل. ده بكاري جسامه اللي هو عليه علامات استفهام كتيره جدا، احنا شفناه في احلى المباريات. كان كويس جدا. خلينا نقول ان البطوله السنه دي حتى الان لم نرى فيها اي ذره في يعني ايه غبار على التحكيم، فبالتالي نامل انها تكمل للاخر. ملناش علاقه بقى الكلام الاشاعات اللي بتتقال الوداد اتقالوا ان انت هتاخد البطوله دي او ما تاخدش البطوله دي، ده كلام ما عندناش اي اوراق رسميه ليه او كلام رسمي بيه وما ينفعش يتقال اصلا. لكن انا شايف التحكيم حتى الان في البطوله جيد جيد جيد، وقلتها في الحلقه اللي فاتت، انا نفسي اعرف المستوى اللي وصل له التحكيم الافريقي في البطولات الافريقيه ده ازاي، ونشوف السيستم اللي اتعمل ده او الدراسه اللي اتعملت دي وندرسها هنا في مصر، علشان الطفره اللي حصلت في الاتحاد الافريقي ونجاح الاتحاد الافريقي في وجود او منظومه الحكام تكون بالشكل ده بصراحه شابوه. فما عنديش اي كلام اقدر اقوله غير كده. يا سيادتي يا محترم، انا والله كلامك محترم وكلام جميل. الله يخليك. انا راجل زملكاوي. تمام. اولا يعني شوف انا بتكلم عن النادي الاهلي. تمام. ده نادي مثل مصر. احييك. بقول لك أحييك. يا استاذ سيد انا اقول لحضرتك على حاجه. امرني يا استاذ. إيه انت تقصد ان الوداد خد وعد من رئيس الكاف ان البطوله الجايه للوداد؟ تمام. ما ينفعش يتقال كده. انت تقصد تقول كده صح؟ اه انا عندي بص انا هقول لحضرتك، انا هجاوبك. تامرني. انا بتكلم عن النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي لما بيدخل اي بطوله عينه على البطوله. تمام. تمام. لا بيفرق معاه جمهور ولا بيفرق معاه تحكيم ولا بيفرق معاه منافس، هو بيفرق معاه حاله اللعيبه بتاعته، حاله الجهاز الفني بتاعه، حاله الجمهور بتاعه. حته بقى الحكم يبقى معانا او ضدنا ده مش في قاموس النادي الاهلي. طيب انا بص هقول كلمه والكلام ده على مسؤوليتي انا. اتفضل. الكلام ده على مسؤوليتي انا. على فكره انا سيد ابو جنى يعني ليا على الميديا، يقول لك استاذ احمد جمال يعني الحمد لله بكرهني يعني ليا تقل على الميديا. تمام. اتفضل قول. انا عندي معلومات ان الوداد هياخد البطوله دي. ايوه المعلومات دي منين بقى؟ ثواني بقى، ثواني بقى. مش طب بقول لك ايه يا استاذ سيد ثواني بقى. ماشي نعرف بس المعلومه يعني. انت عندك معلومات بتقول كده. استاذ سيد انت رحت فين؟ ايوه بقى المعلومات دي مش تقول لنا جات لك منين؟ انا عايزك تعال لي بس، تعال لي اديني اللي بيديك المعلومات دي. شغله معايا اللي بيديك المعلومات دي.
طب المباراه النهائيه هتكون بين مين ومين؟ طب صح، المباراه النهائيه ما بين مين ومين؟ الوداد والزمالك. المباراه النهائيه ما بين مين ومين؟ المباراه النهائيه اتمنى من الله عز وجل، اتمنى من الله عز وجل. لا المعلومات، انا عايز من المعلومات، انا عايز من المعلومات. المعلومات الوداد والزمالك هتكون ان شاء الله الوداد والزمالك. ان شاء الله توقعناها قبل ما تقول. طيب الحكم هيكون مين؟ الحكم هيكون مين من معلوماتك برضه؟ لا لا اسلحنا جمال والله العظيم يا جمال. ايوه طيب المعلومات، مش انت بتقول عندك معلومات؟ اكيد عندك معلومات كامله. الحكم هيبقى لازم يكون في الوداد. ايوه النهائي بقى، النهائي هيكون فين ومين الحكم اللي هيحكم؟ وعندك معلومات مين اللي يجيب الاهداف ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله في الكاميرون. في الكاميرون، ان عنده معلومات ان النهائي في الكاميرون. هو اللي هيتعلق حاليا، لكن الحكم طبعا ده اكيد لسه بعد. طيب انت منين؟ استنى بس يا استاذ سيد، انت منين؟ بس حاجه انت منين؟ الصعيد. الصعيد. نعم يا حبيبي. انت منين؟ من هنا. يا حبيبي انا من الصعيد. من الصعيد احسن ناس. احسن ناس طبعا. طيب مالكش علاقه بجامايكا خالص يا سيد. بقول لك ايه يا استاذ سيد؟ انت في اول المكالمه قلت هيروحوا في طياره واحده. مش عارف ثبتنا بقى، يبقى المعلومات اللي عنده غلط. انت في ايه يا استاذ سيد بالظبط؟ انت كده خرجت الاهلي بره البطوله يا استاذ سيد. ما انا يا فندم كلمنا بيه. السلام. انا بتكلم، انا راجل زملكاوي بتكلم وبقول يا ريت نتمنى من الله عز وجل عشان نبذل التعصب. طبعا يا ريت الاهلي والزمالك يسافروا بطياره واحده. لما انا زملكاوي متعصب بشوف الاهلي والزمالك راكبين بطياره واحده اكيد اهدى من جوايا. تمام تمام كده ولا مش تمام؟ تمام تمام. انا معلش ما احترم ليك، انا ما ينفعش، انا راجل زملكاوي مش بتكلم عن الزمالك، بس انا اتمنى من الله عز وجل ان يكون الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سيد النهائي اهلي وزمالك ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكسب ان شاء الله. وعلى فكره ما عنديش مشكله مين يكسب، بس ترى طالما النهائي اهلي وزمالك يبقى خلاص بقت نتمنى الاهلي داخل مصر، ونتمنى الاهلي ان شاء الله. نتمنى الاهلي طبعا. تحياتي ليك يا استاذ سيد. بلاش ناخد نظريه المؤامره دي، ملهاش علاقه. طب ما كان ممكن الوداد يخرج من المجموعات، كان ممكن يخرج من المباراه اللي فاتت لحد اخر دقيقه. الوداد كان النجم، والوداد تقريبا لحد اخر دقيقه كان ممكن يخرج الوداد، ملهاش علاقه. في اقاويل بتقول كده، ولكن اشاعات، ولكن ما اعتقدش انها تضر بهذا الشكل. شفنا تحكيم غير طبيعي في بطولات قبل كده، لكن السنه دي نشهد ان التحكيم الافريقي على مستوى جيد جدا 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 البطوله دي. اروح لبقى للاستاذ احمد البكري، وعنده خبر حصري يحب يقوله لنا في الكوره. طيب احنا كنا بنتكلم عن معلومات يعني هو لا لا يعني هو ان شاء الله بخصوص هو بخصوص مروان واحمد الشيخ. هو المصادر اللي انا عارفها من داخل النادي الاهلي، فايلر ما فيش في نيته اللي هو مش هيسيبهم. مش هيسيبهم. هم مستمرين مع الاهلي. مستمرين مع الاهلي. يعني هو مقتنع بقدرات احمد الشيخ ومروان. بس سايبهم لوقتهم. بس حته اللي هم مثلا ما بيقدوش او ما بيلعبوش اللي هو يمشيهم، لا هم مستمرين مع الاهلي وممكن يجددوا مع الاهلي، ومفيش نيه للاستغناء نهائيا يعني. بص ده الخبر اللي كنت عايز تقوله يا زحمه. ده المعلومه اللي متاكد منها. تمام اتفضل. انا ممكن اقول حاجه بس في ماشي اتفضل. انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. ايه اتفضل. طب في ظل المستويات العظيمه اللي بيقدمها محمد شريف مع انبي، هل تعتقد حضرتك ان احمد الشيخ ممكن يكمل؟ انا بقى هرد بقى. اتفضل. بص من الواضح ان فايلر ماشي بنفس خطه جوزيه بقى في الحته دي. هنا بقى نقارن ما بين فايلر وجوزيه. هو بيعمل فريق واثنين وثلاثه، لان المشكله اللي كانت بتقابل النادي الاهلي السنين اللي فاتت هو فريق بيجهد وبيقابله اجهاد، بيقابله اصابات، وبيقابله مشاكل، وبيقابله. فانت لو هنلاحظ فايلر دلوقتي التشكيله اللي بيلعب بها في افريقيا ملهاش علاقه بالتشكيله اللي بيلعب بها في الدوري، وتقريبا ملهاش علاقه بالتشكيله اللي بيلعب بها في الكاس. ولو في بطوله واثنين وثلاثه تاني هيلعب، فتقريبا فايلر هيبني، او اللي انا شايف الخطه اللي بيبنيها هو مش هيمشي اي لاعب. الدليل لو كان عايز يمشي كان في 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 انتقالات يناير. اضيف لحضرتك حاجه. اتفضل. الاهلي معاه 30 لاعب، اللي بيضمن يعني وجوده في التشكيله الاساسيه ثلاث لعيبه بس، الشناوي حارس المرمى، اليوديانج السولاي. اليوديانج السولاي. بقيه اللعيبه كلهم علي معلول برضه بيقعد، بس بيقعد لظروف المباراه يعني. لا اقصد اقول لك ان هو عامل روتيشن وعامل حاله حلوه، ال 30 لاعب عنده لازم يبقوا جاهزين. ايوه ما انا اقول لك اللي انا شايفه في فايلر دلوقتي هو مش هيسيب اي لاعب. ليه؟ فعلا. هو عايز ثلاث فرق او فرقتين يكونوا جاهزين، في ميكس ما بينهم بسيط. ان كان حارس مرمى او ان كان اتنين في خط. اتفضل. هقاطع بقى الاستاذ محمد معلش، معانا مداخله. الو الو. ايوه استاذ، مساء الخير استاذ محمد من البحيره. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد. بمسي على حضرتك والكابتن الكبار اللي معاك الاول وحياتي ليك.
وبنأيد طبعا قرار رئيس الوزراء في ان هو تأجيل النشاط الرياضي لمدة اسبوعين بسبب فيروس كورونا. ده مريح الشعب كله بجد. ده مريح الشعب كله طبعا. نتمنى بس تأجيل المدارس. هو بس بحب اقول للاستاذ اللي كان بيتكلم ويقول عندي معلومات ده انا عايز اقول له بس انت جبت المعلومات دي منين؟ قول تاني السؤال بعد اذنك. هو عايز يعرف الاستاذ سيد جاب المعلومات دي منين؟ مش انت. انت بتتكلم على المداخله. المداخله الاستاذ سيد جاب. كنت هرد عليك. ما انت عارف بقى جو المؤامره يا ابو حميد. جو مؤامره ايه بس؟ يعني هو بيقول لي دلوقتي سبب حاله الفساد اللي موجوده دلوقتي في الاتحاد الافريقي ما ينفعش التحكيم خالص يبقى فيه اي حاجه، والسنه دي التحكيم بصراحه يعني الناس كلها مستغربه، يعني جماهير الاهلي كلها لما شافت بكاري جسامه حكم لماتش سان داونز والاهلي سان داونز في جنوب افريقيا. لا في بص احمد على قلبها. محمد اتفضل. اخر خمس مباريات افريقيه ان كانت اخر خمس مباريات شفناهم ان كانت اهلي او زمالك احنا شايفين حكام على مستوى عالي جدا. لا صراحه انا حسيت ان انا في اوروبا. فعلا التحكيم في اوروبا. طب انت عارف اللي اتخدم في التحكيم مين يا استاذ محمد؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك اتخدم في ضربه الجزاء. بن شرقي كان عليها علامات استفهام كتيره قوي. احنا لا مفيش حاجه اسمها اتخدم من التحكيم. يعني أنا اصل اقول لك حاجه. لا مفيش حاجه اسمها اتخدمت من التحكيم. مفيش حاجه. بص يا كابتن احمد، احنا شايفين الحكم ده جيد ولا مش جيد؟ الحكم جيد. على سبيل المثال مثلا مباراه، طب نقفل المكالمه وهديك مثال. شكرا على الاتصال يا استاذ محمد وشكرا على المداخله الجميله دي. تحياتي ليك. بص عندك مباراه الاهلي وسموحه الاخيره دي، تمام، الحكم جيد ولا مش جيد؟ محمد عادل انا رايي ممتاز جدا. مع انه جدا ما حسبش الكوره، خلي بالك هو كان حاسبها ضربه ركنيه. لا كان حاسبها هاند بول. لا ضربه ركنيه كان حاسبها لمسه يد من خارج ال 18. مش هنختلف، بس ما كانتش ضربه جزاء. ما كانتش ضربه جزاء. ولحد ما اخذ القرار الفار، بعيدا عن مقولات، انا سمعت بعض الكلام بيقال ان الاتصال ما بينه وما بين الفار مش شغال، السماعه اللي كان لابسها الله اعلم صحه الكلام. وبعدين بدات الحكم الرابع بدا ينادي عليه وعايز ينبهه ان في مشكله في الكوره، وبعد ما بدا يوقف الحيطه والكلام ده كله رجع شاف الفار لقى ضربه جزاء وحسب. خلينا نقول لو كان ما كانش وصل للفار وكان الكره دي اتحسبت كورنر او لمسه يد من خارج ال 18 زي ما اتحسبت، هل دي هي اللي كانت هتغير تقييمي للحكم؟ غالبا الجمهور بيقيم. لا ما انا هنا عايز اسال، هل الكره دي انا شايفه طول المباراه ماشي كويس جدا. حلو. يعني والكره دي صعبه جدا. صعبه طبعا. فبالتالي برضو الكره بتاعت بن شرقي بالنسبه للحكم صعبه جدا، فمش الكره دي اللي هتخليني اقول الحكم ده هو الفرقه استفادت بيه او ما استفادتش بيه. هو في انا شايف الحكام الافارقه حاليا جيدين جدا وما بيلعبوش على الالوان او بيلعبوا على اتفاق. ليه بقول كده؟ عشان الاستاذ سيد بس، لان ده لا ما هو ده رايه. ده رايه يعني انا بقول له ان انت ده هو عايز يشيل. هو زملكاوي متعصب. لا 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 برضه مالناش علاقه بمتعصب. إيه؟ هو ده رايه يعني مش هنبني عليه اراء. يعني ماشي انا معاك بس انت لازم نفهم برضو الناس الزملكاويه ان لسه بدري قوي. وبعدين هو بعدين دخل يقول لنا احنا الاهلي والزمالك في طياره واحده، رجع قال لك ده النهائي الزمالك والاهلي. هو قال كده لما حسين محمد صلاح. هو بس عشان بس عشان برضو 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 هو من جماهير البرنامج. هو برضو بس هو طبعا نحييه وحييك، ولكن احنا ما عندناش نظريه ان الحكام ومش الحكام. احنا بنلعب والاخر دقيقه. ما ياما بطولات راحت من الاهلي بسبب التحكيم، وياما بطولات جت للاهلي ناس كتيره بتقول جت بالتحكيم ما لهاش علاقه. ولكن تفرق بس الفار بقى هيكون الفيصل. تمام. احنا تصرفنا يعني الفار اتفضل اروح للاستاذ احمد البكري. انا بقول الكلام اللي يقال. الجنايني يتعهد باقامه معسكر للمنتخب يليق باسم منتخب مصر، ايه رايك يا استاذ احمد؟ طبعا هو قال التصريح ده من خلال الايام اللي فاتت ديت، واكد ان المعسكر المنتخب هيكون في قمه التنظيم. تمام. وهيتم الترتيب مع محمد صلاح بحيث الرعاه، عشان الرعاه يعني خاصة ايه الترتيب مع محمد صلاح؟ هو عشان طبعا منتخب محمد صلاح. لا مش منتخب محمد صلاح مصر. لا عشان محمد صلاح يعني لاعب طبعا من افضل لعيبه في العالم. هو كابتن منتخب مصر وحاجه كبيره واسم وكيان وحاجه كتير. نقعد نتكلم عن صلاح نتكلم سنه. لا هو بس ده منتخب مصر. اللعيبه العالميين يا كابتن بتعمل كده. مثلا واحد زي رونالدو ليه معامله خاصه في يوفنتوس، ميسي ليه معامله خاصه في برشلونه. يعني ميسي ممكن بيتدخل يقول انا عايز مثلا، يقول لي اداره برشلونه انا عايز مثلا اللاعب فلان يتعاقدوا معاه. تمام. ومثلا كريستيانو اخر مره كان حصل ازمه بينه وبين المدرب بتاعه بسبب اللي هو كان قاعد احتياطي ماتش وكده.
بنته مظبوط. فهو بلغه لا انا ما بحبش اقعد احتياط. فاللعيبه اللي على اليمين دول الكبار لهم معامله خاصه، فطبيعي ان احنا في منتخب مصر. طب هل صلاح بيتعامل في مصر بنفس الاسلوب ده؟ حاليا حاليا دي كانت المشكله اصلا مع قبل كده هي هنا كانت المشكله، ما كانوش بيعاملوه على وضعه. ليه بقى؟ لان المنتخب هو اللي محتاجه مش هو اللي محتاج المنتخب، في فرق. لا ثواني، لا ثواني بتقول ايه يا صاحبي؟ ثواني ثواني، لا الكلمه دي هو محتاج المنتخب والمنتخب محتاجه. لا لا ماشي دي فعلا، بس هنا في المنتخب هم اللي محتاجينه. هسألك سؤال، لو صلاح مش لاعب بيلعب في المنتخب واصبح مش لاعب دولي، هتأثر عليه ولا مش هتأثر عليه؟ هتأثر عليه. يبقى هو برضو محتاج المنتخب. محتاج المنتخب طبعا. طيب بس اللي بيعملوه في المنتخب ما بيعملوش كده. لو مش محتاج المنتخب ما كانش هيتعامل زي اي لاعب، كان هيتعامل زي اي لاعب. هم دلوقتي مش بيتعامل زي اي لاعب. ايوه ماشي، لا دي قيمته الاحترافيه، ما عنديش قيمته كلاعب وقيمته كمحترف وقيمته كلاعب بيلعب في الدوري الانجليزي وقيمته كلاعب واخد هداف الدوري الانجليزي سنتين ورا بعض والثالثه ممكن ياخدها، قيمته كلاعب بيلعب خد بطوله اوروبا، قيمته كلاعب وصلك كاس عالم، قيمته كبيره كموجوده كلاعب. لكن هو مش محتاج منتخب مصر؟ لا محتاج منتخب مصر طبعا. تمام ناخد المداخله دي الاول. تمام الو الاستاذ محمد حمدي من الجيزه. مساء الخير يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي ازيك يا ابو كريم؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا غالي. انت اعلامي ومحلل عالمي والله يا استاذ محمد. حبيبي ربنا يخليك، تسلم. ربنا يخليك العظيم. ربنا يخليك. انت على ضيفكم الكرام والمحترمين. الله يخليك، تحياتي ليك. وطبعا بقول لك ان شاء الله رب العالمين، انا قلت لك كده كابتن قبل كده كابتن احمد، ان شاء الله النهائي مصري خالص ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. ده اللي احنا بنتمناه والله، احنا نتمنى ان شاء الله. طبعا يا كابتن احمد عاوز اعتب عليك في حاجه دلوقتي وقلتها في البرنامج بعد اذنك، لان انا متابعكم. اتفضل. مفيش حد بيخدم على النادي الزمالك ومفيش حد بيخدم على النادي الاهلي. صح. الملعب هو اللي بيثبت لك ايه اللعبه يا كابتن احمد. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا استاذ محمد؟ طبعا لا والله العظيم زي ما بكلمك. تمام. قدرات اللعيبه وتفكير المدرب وتكتيك المدرب وارضيه الملعب هي اللي بتثبت لك مين البطل. بس ده كلامك ولا كلام كريم الاول؟ لا كريم والله نايم. ماشي ماشي يا محمد. وبعدين طبعا كريم اهلاوي وانا زملكاوي. انا عارف طبعا. وطبعا اتمنى والله العظيم يا كابتن احمد اقسم بايات الله وحياه اولادي بتمنى يكون النهائي خالص مصري، اقسم لك بايات الله ان شاء الله باذن الله النهائي مصري. انت قاعد معاك حد كويس جدا يعني، يمكن تاني مره اتفرج عليه او اتابعه اللي هو كابتن محمد رمضان. الله يخليك والله يا كابتن محمد، يمكن تاني مره اشاهدك او اتفرج عليك او استمعك. ربنا يخليك. اقسم بايات الله انت من الناس المحللين اللي يمكن ما فيش ناس قليله في مصر من شخصيتك او من تحليلك، وانت راجل يعني محايد جدا. وانا يعني اتشرفت ان انا تابعت حد زي حضرتك. الله يخليك. الله يخليك. شايفت حد زي حضرتك اقسم لك بالله. الله يخليك. انا ابسط من كده بكتير. ويا رب يكون شويه احتقان بين الجماهير وبعضيها وما يكونش فيه تعصب. يا رب. لان انا من جوايا بتاثر جدا من موضوع التعصب اقسم بالله. ربنا يخليك. انا يعني اشكرك على الكلام الجميل ده. ما تزعلوش من الاخ سيد اللي هو اتصل زمان. لا 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 والله احنا واخدين الموضوع ببساطه. اولا انا احييك على الكلام الجميل، انت اديتني كلام كبير قوي يعني. انا ابسط من كده بزياده. انا بحب الكوره. والله انا بحب الكوره، بحلل من وجهه نظر اللي انا شايفها بس بحب ليها بس. لا انت مش حد جميل جدا وحد بصراحه ربنا يعني انا سعدت ان انا شايفتك واستمعتك والله. الله يخليك. الله يخليك. تحياتي ليك وكلام كبير قوي. شكرا ليك يا استاذ محمد. شكرا. الله يخليك. خلي بالك استاذ محمد حمدي زملكاوي جميل. هو زملكاوي ده كان عامل. لا بس عنده روح رياضيه عاليه. اغنيه جميله قوي اللي هي الاهلي والزمالك، عامل كليب جميل قوي ما شاء الله. طب هو عنده روح رياضيه جميله. احييك على الكلام وكلام كبير والله، انت فاجئتني بيه ومش عارف اقول ايه. نروح بقى لسؤال المقارنات. هاخد الاستاذ محمد نجيب والاستاذ محمد رمضان. الاستاذ محمد نجيب تقارني بين الشناوي وابو جبل، والاستاذ محمد رمضان يقارن بين فايلر وكارتيرون. ندخل مع الاستاذ محمد نجيب، وايه رايك في الشناوي وايه رايك في ابو جبل؟ والله الشناوي بيقدم مستويات عظيمه جدا الفتره الاخيره مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. تمام. ربما تكون الامور مختلفه شويه بالنسبه لمحمد ابو جبل، لان هو بدا متاخر في ظل اصابات محمود جنش اللي كان مستوى سيء. ولكن استاذنك يحسب لابو جبل انه كان الحارس رقم 3 او 4 في نادي الزمالك. بالزبط. النهارده بيتقلد المركز رقم 1 وبجداره في نادي الزمالك. انا عايز اقول لحضرتك ان الرياكشن بتاعه العالي في ماتش الترجي والكره اللي صدها. تمام. هي ما كانتش صعبه قوي، لكن الرياكشن بتاعه ده هو اللي وصل الزمالك للمرحله اللي احنا أكيد. فيها اكيد. صح. محمد الشناوي كابتن ثابت مستواه بقاله فتره، ده ممكن يكون امتداد للمجهود اللي كان بيعمله مع كابتن طارق سليمان وكابتن احمد ناجي مع المنتخب.
ممكن يكون محمد ابو جبل صدفه سوء حظ شويه في ان هو كان بيلعب في سموحه. طبعا زي ما كلنا عارفين ان معظم العيون بتبقى على حراس الاهلي والزمالك لمشاركتهم الافريقيه وان هم بيبقى عندهم خبرات اكبر واحتكاك اكبر. فاعتقد ان الشناوي لما نحطه في مقارنه مع محمد ابو جبل اكيد طبعا محمد الشناوي اداؤه وتصدياته الاخيره وكمان عنصر ثابت لمنتخب مصر والنادي الاهلي فاكيد طبعا محمد الشناوي هو الافضل الى حد ما يعني من محمد ابو جبل لو خد استمراريه. ولكن نتفق ان الاثنين حراس مميزين جدا. الاثنين ما شاء الله على مستوى كويس ودول اضافه لمنتخب مصر. بالظبط اكيد جدا. اروح بقى للعقليات بقى طالما عقليات نخش العقليات برضه. محمد انت عارف دماغه شغاله 24 ساعه غلبان. فايلر وكارتيرو على فكره مقارنه صعبه جدا. صعبه جدا. ومقارنه ليها 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 على على بكلام انا الزوايا كتير. بس اشتغلوا في النادي الاهلي الاثنين اشتغلوا في النادي الاهلي. أيوة. بس كارتيرون اهلي غير كارتيرون زمان فعلا. عشان نبقى متفقين فعلا. تمام كده. ما نظلموش بجد. بص اصل لو هاخدها من الناحيه التكتيكيه كل واحد ليه طريقه. خلينا ناخدها من الناحيه التكتيكيه الاول. فايلر يتفوق عن كارتيرون في الناحيه التكتيكيه فعلا لسبب واحد، مش عشان فايلر، علشان فايلر عرف يوظف اللعيبه اللي معاه ان يخلي كل واحد يلعب في اكثر من مركز. فبالتالي انت بتروح مباراه النادي الاهلي مش عارف فايلر هيلعب بأني خط فعلا. هيلعب ب 4 3 3 ولا 4 3 2 3 1 ولا 4 4 1 4 2 ولا 4 1 4 1 بانهي ما تعرفش. حتى لو الاسماء مكتوبه. أيوة. الله اعلم مين هيبقى مين الليبرو متقدم مين هيلعب بثلاثه ولا هيلعب بايه. ففايلر في الحته التكتيكيه يتفوق على كارتيرون. بس هرجع هنا اقول لك مش معنى كده ان كارتيرون تكتيكيا غلط. لا، كارتيرون مجبر على لعيبه معينه بظروف معينه جه مسك الفرقه فيها. في لعيبه مشيت وفي لعيبه سابت الفرقه ومشيت. وفي النادي الاهلي لا، انا بتكلم في الزمالك. الزمالك انا بتكلم حاليا فايلر اهلي كارتيرون زمالك ماشي تمام كده. ولا انت عايز المقارنه فايلر اهلي وكارتيرون اهلي؟ مش هتفرق. ما هو اصل كارتيرون اهلي كارتيرون يختلف كتير عن كده. هظلمه تمام كده. كارتيرون جه الزمالك مجبر على لعيبه موجوده. تمام. وفي لعيبه مشيت وفي لعيبه حصلت بعض المشاكل وما كملتش. في لعيبه مش في المستوى المطلوب. في لعيبه جالها اصابات وجالها صليبي ونتائج ما كانتش كويسه. والنتائج ما كانتش كويسه. فبالتالي كارتيرون اصلا اخد قرار اهل باتفاق او اداري او بغير اتفاق اداري التركيز في بطوله افريقيا وبطولتي السوبر اللي جايين. فبالتالي هو جهز لعيبته. انا بره ارضي ما يخشش فيا جوان او لو دخل يخش فيا جوان. ده المبدا. أيوه. وانا بدافع وهنا هعرف العب على ارض كويس وهعرف اكسب منين وهكسب. طيب حد زملكاوي برضو جميل معلش يا استاذ محمد. طيب هنقول الو. الو ايه مساء الانوار. يا مساء الانوار منورين والله يا كباب. بنورك يا غالي. بنورك يا حبيبي. سلمكم بالله الحلقه جميله جدا جدا جدا. انا طبعا انا اقول الاسم ولا اقول الاسم المعلق اللي تشوفه يا كاب؟ معاك الكابتن مدحت خالد. جميل. محمد معانا. محمد المغربي من كفر الشيخ. حد جميل وصديق البرنامج يعني. اهلا وسهلا. ازيك يا حبايب؟ عامل ايه؟ منورنا والله يا كباب. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. انت داخل علينا الدخله الصعبه دي ليه يا ابو حميد؟ اقسم لك بالله يا كابتن ومالك على حلفان ابطل على علي ماتشات نهائي ان الحلقه جميله جدا جدا جدا. جميل جدا يا راجل. طب انا هجيبها بقى. هات لي الصوت الثاني اللي انا سمعته قبل الحلقه. بتاع مين يا كابتن؟ انت عارف؟ ايمن ولا ابو حفيظه ولا مين يا كابتن؟ الصوت الجهوري اللي انت عملته لي يا كبت. محمد نجم. ايه؟ مستر زيدان صح؟ لا محمد نجم. محمد نجم دلوقتي لسه طالع من فيديو بتاع الاخبار يا كبت. مش عارفيني. ما هو انت حدد بقى يا ابو حميد. ما اشوف بقى الضيوف هيعرفوا انت مين ولا لا. انا اعتقد استاذ عبد الناصر زيدان. عبد الناصر زيدان محمد نجم. لا عبد الناصر طبعا. كل القوه هو بيجيب لي اثنين على فكره. القيمه لاستاذ عبد الناصر زيدان صاحبي وعالمي. اسعد الله مساعكم من جديد. بتقول ايه يا ابو حميد؟ ايه اسعد الله مساعكم من جديد. ازيك يا استاذ ابو حفيظه؟ ابو حفيظه ده حبيبي يا حمام. حبيبي منور الدنيا. معايا كابتن ايمن الكاشف. مش عايزين تمس ولا ايه؟ هات لنا ايمن الكاشف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا ترى؟ والله العظيم حلقه جميله جدا 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 وبشكركم يا كباتن.
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، مساء الفل عليك. على فكره يعني شكرا يا ابو حميد، ان شاء الله هنبقى هنجيبك هنا حلقه بقى وتبقى ايه يعني براحتك خالص، فنانين بقى انا معاكم في اي وقت يا كابتن، وعد حلوه والمره متعهدين. ماشي يا ابو حميد، شكرا يا ابو حميد. شوف لي شقه جنبك يا ابو حميد حبيبي. كمل يا استاذ محمد. طيب احنا كده قلنا من الناحيه التكتيكيه فايلر يتفوق على كارتيرون بسبب ان معاه مجموعه لعيبه هو عارف يوظفهم ويشكلهم وبيعمل ثنائيات ما بينهم بشكل كويس. كارتيرون ما كانش قادر على الحته دي للظروف اللي جه مسكها، هو مع 14 لاعب بس كارتيرون، ما انا بقول لك هو خلاص هو معتمد على 11 وثلاثه بتغير. تمام، هخش من الناحيه الايه النفسيه. تمام، ان الحته النفسيه عند فايلر عاليه قوي، يعني اللعيبه قريبه منه بتحبه، حتى في خلاف ما بينه كبير جدا ما بينه وما بين صالح جمعه عشان ما بيشاركوش والكلام ده كله. أيوة، برضو عرف يحل الموضوع وتقريبا في وعد ان هو ياخد ان شاء فرصة الله في الفتره الجايه. ما شفتش حد اختلف في النادي الاهلي على ان كان هو مدرب بيدرب كويس او بيدربش كويس، او تكتيكه صعب او تكتيكه سهل، فبالتالي هو لامم اللعيبه بشكل كويس. وتحسب لفايلر نقطه مهمه جدا، ما فيش لاعب ما بيشاركش قال لك انا ما بشاركش ليه غير صالح، بعيدا عن صالح. مفيش لاعب بره السكور شيت او بره التشكيل بيقول لك انا بره التشكيل ليه. مفيش لاعب هيتشال من القايمه النهارده يتحط من في القايمه بكره بيتكلم. بيبقى علي معلول حاطط اخر اربع اهداف للاهلي واعلى لعيب في النادي الاهلي حاليا وبيقعد ما بيتكلمش، وهكذا وهكذا وهكذا. فتحسب لفايلر ان هو تعامله مع اللعيبه اقرب بكتير من كارتيرون، لكن كارتيرون قريب برضه من اللعيبه، ولكن هو علشان هو مركز في افريقيا ومركز في خطه معينه، هو خلاص هي دي خطه ال 14 لاعب اللي معايا بيلعبوا. دي من ناحيه النفسيه. من ناحيه القيمة التسويقية برضو، علشان تقريبا فايلر كان جاي رقم 640 بالنسبة لترتيبه، كعالمي ان يوصل ل 217 ان هو ينط 400 رقم فانجاز كبير جدا يحسب لفايلر. بالنسبة لكارتيرون تقريبا تقييمه نفس التقييم. النقطة المهمة بقى، كارتيرون مدرب معروف، درب في مصر قبل كده، درب في افريقيا قبل كده، واجد على الاجواء الافريقيه كمان. فانا انا كنادي زمالك جبته، فانا واثق ان المدرب ده هيجي هو هيأدي الدور اللي احنا محتاجينه منه ومطلوب منه بالظبط. لكن تحسب لاداره النادي الاهلي ان انا اجيب مدرب ما شاركش في افريقيا، تمام، السي في بتاعه مش قوي، ولكن كان ليهم رؤيه وجهه نظر معينه ان الشخص ده بالشخصيه دي رهنوا عليه. ايوه، رهنوا عليه ان الشخص ده بالشخصيه دي هيقدر ينجح مع النادي الاهلي وينجح بالنجاح ده. تحسب لاداره النادي الاهلي. في نهايه المقارنه هتقول لي فايلر ولا كارتيرون؟ لا، هقول لك فايلر، مش عشان انا اهلاوي او عشان انا بحب الاهلي، لا، فايلر اللي عمله واضح جدا وقوي جدا وملموس جدا مع النادي الاهلي اكتر من كارتيرون مع نادي الزمالك. فعلا، وعمل كده طبعا بدون خبرات، يعني ما عندوش خبرات افريقيه، يعني كون اللي هو يوصل في ميزه في ميزه في فايلر بتعجبني تكتيكيا، لما بيغلط في التشكيل بيعدل، بيعترف وبيعدل، ولما بيخطا بيعدل، ولما بيغلط في مباراه بتيجي المباراه اللي بعديها. يعني عجبتني جدا، لمستني جدا اكتر مباراه عجبتني في فايلر المباراه بتاع سان داونز. فعلا هو اخطا في المباراتين الاولانيين افريقيا، ان كانت مع النجم الساحلي او ان كانت مع الهلال او ان كانت مع الفرقه الثالثه، يعني كان برضو عليه علامه استفهام. لما راح في مباراه مصيريه مع سان داونز هناك هو عارف هو رايح يعمل ايه، فبالتالي هو تحسب له التطوير السريع. طيب نروح للاستاذ احمد البكري. لا براحتك يا استاذ محمد، يلا يخليك، احنا بنستمتع بتحليلك. اتمنى. الاستاذ احمد البكري، رمضان صبحي عاد بعد 89 يوم غياب، رجع النهارده واتمرن تمرين قوي جدا. ترددت انباء على مواقع الزملكاويه بتوقيعه 3 مواسم لنادي الزمالك، انت ايه رايك في الخبر؟ طيب اول حاجه ده يعني كلام انا بنفيه، مفيش اي الزمالك معرضش، مفيش اي عرض رسمي، ولا لا فوض لا شفوي ولا في عرض رسمي، ولا اللاعب عنده رغبه اصلا يروح للزمالك. نهايه رمضان صبحي ماله ان كل مواقع الزمالك رمضان خلاص قال لك ان رمضان في الزمالك. مين هيقدر الزمالك؟ انا اقدر اقول لحضرتك رمضان في الزمالك مين هيقدر؟ ابويا الله يرحمه ما اداش لحد. الاهلي نفسه مش هيقدر. طب شايف التيشيرت ده؟ ممكن يجي يوم ونشوف التيشيرت. لا 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 صعب. لا لا ما نقدرش نقول صعب، خلينا متفقين، ما نقدرش نقول صعب، ولكن هيسيب الدوري الانجليزي
طب ما يروح ويفضل في الدوري المصري، طب ما يكمل احترافه ويروح الزمالك. ايوه انا بقول لحضرتك لا صعب. صعب صعب صعب، ولكن ولكن قدام ممكن وارد، ما نضمنش برضه، لكن برضه هو ابن من ابناء النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي. لا. رمضان صبحي شخصيته يعني هو من هو صغير طفل. طب انت عندك حسام ابراهيم برضه في احيانا ظروف قدام بتختلف في الموضوع، ولكن في الوقت الحالي صعب. شخصيه حسام ابراهيم احنا اللي تخلينا عنه. ماشي تفرق. ما انا بقول لك عشان كده بقول لي صعب جدا، وشخصيته بقول له قدام شويه الله اعلم في ايه، لكن في الوقت الحالي صعب جدا رمضان صبحي يروح الزمالك. انا لغايه دلوقتي مختلف مع حضرتك في ثلاث نقط، هنستخدم انا وحضرتك كمان شويه. طب ما تقولهم ان ماشي معاك. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت حضرتك قلت ان فايلر بالنسبه لحضرتك افضل من كارتيرون. طبعا فايلر مع الاهلي وكارتيرون مع الزمالك. مع الزمالك. طيب فايلر مع الاهلي وكارتيرون مع الاهلي، تقييم حضرتك هيبقى عامل ازاي؟ فايلر مع الاهلي برضو. طبعا رغم السكواد الضعيف اللي كان مع كارتيرون وصل بيه نهائي افريقيا وبيلعب بالسكند بول بس. مدرب ما عنده برضو ما كنتش قاعد بتتفرج وانت خايف. بص هقول لك مع كارتيرون ولا مع كارتيرون؟ لا مع كارتيرون قاعد على فكره. مين مع كارتيرون حضرتك ما كنتش بتتفرج مع على الاهلي وانت خايف؟ لا كنت بتفرج على الاهلي وانا خايف وانا مرعوب. طيب مع كارتيرون تمام، مع مع فايلر لا تمام. مع فايلر انا قاعد بشوف لحد الاخر ايه اللي هيحصل. استاذ محمد حضرتك استاذ محمد لو تسمح لي، يعني فايلر مع الاهلي حضرتك شايف السكواد اللي معاه عامل ازاي؟ لو حضرتك قارنت ما بين السكواد اللي مع كارتيرون مع الاهلي وقتها والسكواد اللي موجود دلوقتي. قول لي تعال نقول اسامي اللعيبه. تمام اتفضل. يعني ايام كارتيرون بدايه كده كان ممكن نسيب محمد الشناوي. لا كان شريف اكرام. محمد الشناوي ما كانوش ابرز كان ناس. شريف اكرام تمام. مين تمام. ابرز مدافع كان موجود في الفتره دي مع كارتيرون؟ كوليبالي. جيب لنا كوليبالي. كوليبالي هو ابرز لعيب كان موجود مع الاهلي. سعد سمير اصابات وتخبط، رامي ربيعه اصابات. طب ناخد المداخله دي الاول يا استاذ محمد. اتفضل. مساء الخير كابتن احمد. كابتن احمد ازي حضرتك؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله طبعا على ضيفك الكرام طبعا يا كابتن احمد ومنوري الدنيا طبعا. الله يخليك. الله يخليك يا كابتن احمد. الله يخليك. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن احمد. طبعا انا القرار طبعا بتاع رئيس الوزراء طبعا انا شايف ان هو يعني قرار حكيم جدا ان هو بيقف النشاط الرياضي لمده اسبوعين. تمام. اقول انا كابتن احمد دلوقتي دوريات البراعم والناشئين، دوري البراعم والناشئين هو هيتوقف اسبوعين. تمام. ان حضرتك بعد كده بعد ايقاف الدوري اسبوعين هيتم الغاء دوريات البراعم والناشئين للاسف طبعا. هيلغي ليه طيب؟ هيتلغي لان دوري البراعم والناشئين المفروض يخلص قبل رمضان. وانتخابنا فاضل على رمضان بالظبط 40 يوم. تمام. فمش هيلحقوا ان هم يكملوا تصفيات سواء تصفيات البراعم او دوريات الجمهوريه. طب ما هو التاجيل بس يا كابتن احمد 15 يوم، يعني مش ال 15 يوم اللي هيلغوا البطوله. لا اقول لحضرتك على حاجه، ما هو دوري البراعم المفروض التصفيات هتتعمل المفروض اللي كان الاسبوع ده والاسبوع اللي بعديه والاسبوع اللي بعده. هو انت بتلعب في ال 15 يوم قد ايه يا كابتن احمد؟ يعني كم مباراه مثلا البراعم والناشئين؟ كان بيعملوا مباراتين في الاسبوع او ساعات بتتلعب، يعني هم كانوا ناويين يعملوا صبر ثلاث مباريات. كان المفروض كانوا يلعبوا الجمعه اللي فاتت والسبت والثلاث. ده في جميع المراحل طبعا. ده في جميع المراحل. للاسف بنسبه يعني 90% طبعا احنا حاجه مش بنتمناها ان هو سيتم الغاء دورات البراعم والناشئين. بالنسبه للدوري الممتاز احنا طبعا موضوع الغاء الدوري الممتاز في ناس بتتكلم ان الدوري الممتاز يتلغي، شايف ان الموضوع هيبقى صعب جدا بحيث ان الفرق كلها والانديه كلها صرف فلوس كتير جدا، وحضرتك عارف برضو الاعلام والكلام ده كله. فموضوع الغاء الدوري السنه دي هيعمل مشكله جامده جدا سواء للانديه او سواء طبعا للمجال الاعلامي او زي ما حضرتك عارف. فشايف ان هو ايقاف اسبوعين الى حد ما ان شاء الله يعني هيحد من الخطوره باذن الله، وبنتمنى طبعا سلامه اللاعبين طبعا وسلامه المدربين وسلام كل الناس دايما طبعاً. دايما يا كابتن احمد ارائك ما شاء الله بجد بتتسم بالحياديه وبتتسم بالهدوء وبتتسم بالمصلحه العامه للرياضه المصريه. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن احمد. طبعا انت عارف ان في احد المذيعين الجمال برضو في وينتموا لنادي الزمالك قال لك ان احنا عايزين نلغي الدوري ونلعب الاهلي مع الزمالك مباراه فاصله، انت ايه رايك في التحليل ده؟ هقول لحضرتك على حاجه. موضوع ان الغاء الدوري زي ما حضرتك قلت هيخسر الانديه طبعا فلوس طائله سواء عقد اللاعب او سواء طبعا الرعايه او الحاجات دي كلها. تمام. بالنسبه طبعا لموضوع ان الزمالك يلعب الاهلي مباراه فاصله، طبعا الموضوع ده مش ما يعني ما مش موجود اصلا في اللوائح، يعني في اللوائح مش موجود حاجه ان هو يلعب بين الزمالك والاهلي. وبعدين هو دلوقتي حضرتك جدول الدوري الاهلي الاول وتقريبا مقاولين الثاني. يبقى اهلي ومقاولين، ما يبقاش اهلي وزمالك اللي هو رابع الدوري. الزمالك متاجل له ماتشات، لو تاجل له ماتشات دي وكسبها واللي طبعا ده لسه في علم الغيب هيبقى الزمالك المركز الثاني. فموضوع ان الزمالك والاهلي يلعبوا على الدوري لا مش موجود في اللائحه خالص تماما، يعني تمام بعيد خالص عن الكلام الاعلامي خالص ان هو الزمالك والاهلي يلعبوا مباراه فاصله. فهو الافضل
استكمال البطوله بعد الاسبوعين ان شاء الله، والاجراءات الوقائيه اللي هتعملها ان شاء الله سواء الشباب والرياضه مع التعاون مع اتحاد الكوره، ويكتمل الدوري بعد كده ان شاء الله. هيكمل ان شاء الله هيكمل، ومصر امنه، وان شاء الله كل الخير للرياضه المصريه يا كابتن احمد. ونتمنى طبعا بنتمنى طبعا التوفيق طبعا للرياضه المصريه وشعب مصر، وان شاء الله باذن الله خير، وما الناس ما تقلقش من اي حاجه، وان شاء الله وباء ان شاء الله وهيروح على طول ان شاء الله ان شاء الله. واشكرك جدا يا كابتن احمد. الشكر لك يا كابتن احمد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طبعا قبل المداخله انت كنت عايز تقول ايه بقى السؤال الثاني يا استاذ محمد؟ هو احنا لسه كنا في السؤال الاول وبنعمل مقارنه ما بين القائمتين. محمد عامل لك بقى ردود، ده ما شاء الله ده محضر. احنا بنحضر القائمتين، بنحضر القائمتين. بص يا غالي، اتفضل. كارتيرون كان الـ التشكيل بتاعه كان محمد الشناوي، او احيانا كان محمد الشناوي برضه اللي في الفتره دي، وكان في خط الدفاع محمد هاني وسليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف. تمام. يبقى هنكتب اهو محمد هاني موجود زي ما هو، يعتبر الاختلاف ما بين سليف كوليبالي وسعد سمير. تمام. صح كده. حضرتك اتفضل. الخط الوسط كان حسام عاشور، عمرو السوليه، اسلام محارب، وليد سليمان، ميدو جابر، وخط الهجوم كان مروان محسن. صح. صح. ده التشكيل بتاع كارتيرون مع الاهلي. كارتيرون مع الاهلي. حضرتك لو جبنا بقى، لو سردنا التشكيل اللي بيلعب بيه الاهلي دلوقتي، وهنقارن ما بين الفريقين دول من حيث القوه، حيث تعدد المراكز. اتفضل. ايوه، في افريقيا ولا في الدوري؟ انا بتكلم على القائمه بقى ككل. القائمه ككل. لا ما انا هقول لك على حاجه. حسام عمرو السوليه موجود. تمام. تمام. اسلام محارم كان لاعب قوي جدا، وكان اللاعب الوحيد اللي بالاهلي بيغيره تغييره، بينزل يجيب لك جول حتى ان كان في افريقيا او ان كان في الدوري. ده كان مع حسام البدري، ما كانش مع كارتيرون، ما كانش مميز قوي مع كارتيرون. حلو بقى برضو، خلي بالك ده لاعب مميز. وخلي بالك مين اللي فرط في اسلام محارم؟ مين اللي فرط في اسلام محارم؟ من كارتيرون. كارتيرون. ليه؟ طب انت كان من وجهه نظرك اسلام محارم كان ينفع يتفرط فيه؟ انا وجهه نظري في لعيبه كتير قوي لبست تيشيرت النادي الاهلي. لا انا بتكلم على اسلام محارب. من ضمنهم اسلام محارب. ما كانش اسلام محاربكم. استاذنكم ناخد مداخله برضو. الو. ماشي. السلام عليكم. استاذ سعيد. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ استاذ سعيد الديريني العاشر من رمضان، الزملكاوي الجميل. حبيب عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ماشي على الاستاذ محمد وعلى ضيوف الكرام. تحياتي ليك. تحياتي ليك. وحشتونا الكلمه الجميله دي. ربنا يخليك. ايه رايك في سؤال الحلقه النهارده بقرار رئيس الوزراء بتعليق الانشطه الرياضيه لمده اسبوعين؟ حظكم وحش بقى، مش هتاخدوا بطولات السنه دي. لا ده هو تاجيل بس يا كابتن سعيد. معلش برضه، بس الزمالك خد كل البطولات. يعني انتوا يعني انت يعني انتوا خدتوا السوبر الافريقي والسوبر المصري وكده، انتوا خدتوا كل البطولات. السوبر السعودي والفدراليه والكاس 11 شهر. ده قديم قوي ده يا كابتن، انت هترجعنا لورا ليه يا استاذ سعيد؟ معلش، ما هو دي 11 شهر احنا خدنا كل البطولات. الف مبروك لنادي الزمالك طبعا. انا بمسي على حضراتكم وربنا يشيل وباء دعمه. يا رب يا رب. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ سعيد. نكمل. شكرا يا كابتن سعيد. شايف الزملكاويه بيقول لك ايه؟ انا كل شايف البطولات. انا شايف ابراهيم دايما وش الخير عليهم. انا شايف ان كارتيرون كان معاه فرقه كويسه جدا، محمد هاني برضو، محمد هاني من هو لاعب ناشئ لاعب قوي جدا، سليف كوليبالي من اقوى المدافعين اللي جم في الاهلي، سعد سمير كان في الحاله في الفتره دي كان من افضل مدافعين مصر، وكان واخد 2017 احسن مدافع في النادي الاهلي. صح كده. بس ما لعبش مع كارتيرون بنفس المستوى اللي لعب بيه محسن بدري بسبب الاصابه. خليني بقى خليني اكمل. انت بتتكلم في اسماء ولا بتتكلم في اداء؟ اصل لو هنتكلم في اداء، انا دلوقتي انا كان عندي لاعب اسمه اجايي كان منتهي، فايلر رجعه، جيرالدو كان المفروض كان هيمشي. صح. فايلر رجعه، دي بقى شخصيه مدرب. طبعا. لكن احنا لو هنتكلم على الاصابات والرجوع، طب رمضان صبحي اداؤه دلوقتي مع فايلر غير الاداء اللي كان موجود قبل كده. صح ولا غلط؟ ثلاث ارباع اللعيبه اللي ده هرجع اقول لك هو عرف يصنع ثنائيات. اذا كنت هتقيم انت فايلر ان اللعيبه اللي معاه دلوقتي هي جاهزه من قبل ما يجي، لا يبقى حاجه بنظلم الراجل. ما نفس اللعيبه دي كانت موجوده الدوري السنه اللي فاتت، وما كانش ما كناش بنلعب بالمستوى ده. طب انا هرد عليه بقى يا استاذ محمد بعد اذنك. لا انا عايز اوصله بس للنقطه دي واصله لك. هل انت بتقيم فايلر دلوقتي على مستوى اللعيبه اللي موجوده دلوقتي؟ انا بقيم فايلر على مستوى قوه السكواد اللي معاه عكس قوه السكواد اللي كان موجود. ما هو السكواد اللي معاه ده كان موجود السنه اللي فاتت برضه مع اسمه ايه ده اللي كان مع لاسارتي، هو ثلاث ارباع الفريق، ثلاث ارباع الفريق هو بس ما كانوش بيقدم على لاسارتي بنفس الطريقه. تمام. انا مع حضرتك ان شخصيه المدرب والتعامل النفسي ليه مع اللعيبه دي اللي بتوصل اللعيب دايما ان هو ينتج ويدي 100% من طاقته. حلو. لكن انا بتكلم على ان كارتيرون مع النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيمرن فيها النادي او بيقوم بيها
الاهلاويه بتدريب النادي الاهلي، وصوله لنهاية دوري ابطال افريقيا بالسكواد اللي كان موجود معاه 14 يا ريتو ما وصل يا ابو حميد، ده خسر 3 في النهائي. انا مع حضرتك، ده كسبان هنا 3 وخسر هناك 3. يا ريتو ما وصل. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك في النقطه دي، وان هو ما فيش شوطه وما كانش فيه اداء تمام. ماتش العوده في رايز ده لوغاريتمات كتير ممكن نتكلم عليها ونسرد فيها، لكن انا بتكلم على انه وصل للنهائي، ده بالنسبه لي انجاز. لا استنى اختلف معاك. النادي الاهلي مش انه يوصل مباراه ما هي بدا انجاز، لا انا ما بتكلمش على النادي الاهلي، انا بتكلم على المدرب مع اللعيبه اللي معاه وصل النهائي في ظل الغيابات. لا خلينا بس، هو كارتيرون مش وحش، كارتيرون مع الاهلي ما كانش وحش، بس هو سؤال انت دلوقتي بتقيم فايلر، عشان هو ده المفصل في الموضوع. انت بتقيم فايلر في الوقت الحالي وسكر كارتيرون؟ انا بحط ان فايلر دلوقتي او بشيد ان فايلر دلوقتي على مستويات اللي هو بيقدمها عظيمه جدا، لكن السكواد اللي معاه نفعه جدا. نفس الفرقه دي كانت موجوده السنه اللي فاتت مع لاسارتي، وما كانتش بتقدم نفس الموضوع اللي وصلها للاداء ده فايلر، فيحسب له. تمام، انا بتكلم هنا بقى على جزئيه ان انا لما احط كارتيرون في مقارنه مع فايلر يبقى انا بظلم كارتيرون، ما بحطش هنا فايلر بقى ان انا بقول ان فايلر هنا يبقى مميز. اسالك سؤال يا محمد، اتفضل. انت عاجبك اداء الزمالك في الزمالك خد بطولتين سوبر؟ تمام وفخط الترجي في بطوله افريقيا، انت عاجبك اداء الزمالك؟ اقول لحضرتك على حاجه ممكن ما تصدقهاش، ومش عارف حضرتك ممكن انا عاجبني على فكره وحضرتك هتختلف معايا فيها. اتفضل. بالنسبه لي كارتيرون تفوق على فايلر في مباراه السوبر، تفوق على فايلر مش تكتيكيا، الراجل نازل هو عارف هو عايز ايه. ما هرجع اقول لك، هو كارتيرون هو واخد هما البطولتين بتوع السوبر دولك وافريقيا. انا معايا 14 15 لاعب عارف امكانياتي، اموت مباراه ماشي، اخطف جون ماشي، على حسب ظروف كل مباراه. كان تكتيكه في مباراه السوبر، هو احترم فرقه الاهلي جدا، قفل على مفاتيح اللعب بتاعتهم بشكل كويس، وعرف يقفل ويخنق المباراه لحد ما وصل لضربات الجزاء، وهو تقريبا كان بيراهن ان هو يوصل لضربات جزاء ويكسب بضربات الجزاء. بس احييك على النقطه دي. نادي الزمالك يا جماعه، وده نادي الاهلي. نادي الاهلي او نادي الزمالك لما بينزلوا مباراه مفيش حاجه اسمها ان انا انزل العب زون من معلش برضو انا امكانياتي كده، ما عنديش مشكله، انا امكانياتي كده. امكانيات فايلر في المباراه الاخيره امام سموحه كانت امكانياته بعد طرد رامي ربيعه ما قدموش حل غير ان بيلعب ب 3 4 2. أيوة. عشان مطرود من واحد 3 4 2، ما قدموش غير حل غير كده، هي المعطيات كده. انا كانت معطيات نادي الزمالك في مباراه السوبر ان انا مش هنفع اجاري النادي الاهلي في هجوم، لا انا مقفل بلعب بخطوط قريبه من بعض، وجات لي مرتده ما جاتليش مرتده، انا مقفل مش هخش فيها جوان، انا اراهن ان انا اوصل لضربات الجزاء، ولما اوصل لضربات الجزاء بقى حلها. انا معايا ابو جبل كويس كان تقريبا. افكركم بحاجه، اتفضل. انت عارف ان المكسب والخساره ده بتاع ربنا، لان ده هو التوفيق. كارتيرون كان اكثر المتفائلين في نادي الزمالك، انه طبعا كان عنده في فبراير الابيض ده كان عكس النتائج، المفروض كانت تحصل عكس النتائج مقارنه بالدوري. كارتيرون ما كانش هيقعد في نادي الزمالك، ولكن الله اعلم. لا يا باشا، لا مش مباراه السوبر، لا مش مباراه السوبر الافريقي او مباراه السوبر المصري اللي هتحدد مصير مدرب موجود. اصل دي مباراه تخطى في فبراير يا نجم، خد السوبر افريقي وسوبر مصري، وتخطى دور الثمانيه مع الترجي. تمام. اكثر المتفائلين ان الزمالك يخسر سوبر افريقي ويخسر السوبر المصري ويخرج من افريقيا. لا انا كانت توقعاتي هيكسب سوبر افريقي، هيخسر سوبر مصري، وهيكسب الترجي ويعدي. انا مع حضرتك في النقطه دي، انا كنت متوقع ان هو يكسب السوبر الافريقي جدا. بجد؟ متوقع جدا كمان. بس ده كان كل كلام الزملكاويه ان يعني ربنا يسهل. ماشي، ما انت برضو انت لما بتيجي دلوقتي الاهلي هيلعب الوداد المباراه الجايه، ما انت صعبة. انت حاسس ان المباراه صعبه ممكن ما يحصلش اي توفيق فيها، لكن احنا من جوانا نتمنى والاهلي قد ده هيكسب الترجي، عشان دايما الانديه المصريه كعبها عالي على انا اختلف صح. هو مباراه طلائع الجيش اللي طلائع الجيش ما كسبش حد السنه دي غير الزمالك اللي كان فيها مدير فني طارق يحيى. كان مين المدير الفني لنادي الزمالك؟ كارتيرون. مظبوط. اتفرجت على المباراه دي يا كابتن؟ اللي هي مباراه ايه؟ 4-3 باين او 4-2 لطارق الجيش. انا اعتقد 4-2 الماتش ده تفوق فيه احمد سمير. كان لاعب نادي الزمالك السابق. تقريبا ما شفتهاش. لا تقول لي بقى تكتيك. تقريبا 3-2 على ما اعتقد. 3-2 بعدها بكام مباراه اصلا، من يومها اصلا ما كسبش يعني بعد المباراه ديت. ما هو طارق يحيى ما كسبش حد. وساب النادي ومشي. بس عايز اقول لك على حاجه برضه، احنا بنظلم والله المدربين وبنظلم الفرق وبنظلم كل حاجه في الدوري المصري. احنا عندنا حوالي 5-6 فرق هي حياتهم كلها في لعب الكوره في الدوري المصري. انت رص 5 قدام ال 18 ورص 3 قدامهم ورص 2 عند نص الملعب وخلاص، خلص الموضوع بقى، وبيسيبك انت ولا تكتيك نافع معاك ولا ضغط نافع معاك ولا خطه نافعه معاك. اتفضل. عايز اقول مش معنى ان الزمالك خد بطولتين سوبر
يبقى هو افضل مثلا من الاهلي او كرتون. بس دي مباراه فعلا صح، دي مباراه واحده، دي مباراه واحده. انت بقول لك او انت قول الزمالك افضل لما ياخد دوري ابطال افريقيا او لا لا لا، الزمالك الزمالك حاليا بيحر بيمر بحاله نفسيه كويسه جدا وتكتيكيه نفسيه جدا معنويا، وما انا بقول لك هو نفسيا وتكتيكيا عاليه جدا. ليه؟ هو الضغط اتشال من عليه. انا راجل فايز ببطولتين في اسبوع واحد، فبالتالي حتى لو قعدت سنه ولا سنتين ما خدش بطولات مش فارق معاك، الجماهير هتفضل تفرح بالبطولتين دولك سنين. المعنويات مرتفعه. ناخد المداخله الاول. ناخد المداخله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بتشرف باتصالي معاكم، واهلا وسهلا بكم جميعا. اتعرف بحضرتك الاول. ابو العمايم يا فندم. اهلا ابو العمايم. منين يا ابو العمايم؟ انا من القاهره اسماعيل باشا. ابو العمايم دول في كفر الشيخ عندنا، خلي بالك يعني. الحمول سيدي سالم دسوق. أيوة كفر الشيخ نفسيه. ومطروح كمان. الدوله كلها ابو العمايم. ومطروح. يبقى ما تقوليش القاهره بقى. يا باشا الحمد لله، انا بتكلم جد وبقول الكلمتين دولت من قلبي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، بس محتاجين من سيادتك طلب. اتفضل يا ابو العمايم. ربنا يخليك يا معالي الباشا. ايه عاوز اقول لكم ان لو انا عندي الفيروس دوت الاعراض بتاعته ايه عشان اعرف اللي هو الكورونا ده. تمام يا معالي الباشا. طيب احنا برنامج رياضي. طيب. بس طب عشان احنا يا فندم، ما هو اهم شيء ان هي في الرياضه، ان انا ممكن يكون لاعب بيلعب بالكوره وجات له شدد عضل، ممكن يقول أبو ده كورونا. طب ابو العمايم، ابو العمايم هناخد فاصل كمان شويه، هناخد فاصل كمان شويه، هنعرض لك فيديو اعراض الكورونا لما يجهز الفاصل يا شباب. بس بلغونا. ما هو برضه عشان يبقى طبي بحت. عشان يبقى طبي بحت. لما تجهزوا الفاصل يا شباب بس بلغونا نعرض الفاصل ده. وتابعنا. سؤال جميل قوي ابو العمايم. واحييك. تابعنا وفي الفاصل هنجيب لك اعراض مرض الكورونا. في فاصل بس في القناه عن اعراض مرض الكورونا، جهزوه عشان الناس كلها اللي بتابعنا. كنت بتقول يا استاذ محمد، معلش قطعنا حديثك. كنت حضرتك بتتكلم على ان كارتيرون وفاتت نادي الزمالك والمعنويات مرتفعه، خصوصا ان هم واخدين بطولتين. ما انا بقول لك هم البطولتين دولك هم ركزوا فيها جدا، وتحسب لكارتيرون بقى في الحته دي، تحسب لكارتيرون ان هو عرف يرجع ال 14 15 لاعب بتوع نادي الزمالك معنويا بمرتين، ركز فيهم قوي جدا، ركز فيهم بشكل كويس جدا، فرقوا معاه في النتائج اللي بعد كده، وفرقوا معاه في النتائج اللي بعد كده، ودي كانت نقطه تحول لنادي الزمالك والكارتيرون. فشابولي. انا بسمي الراجل ده اسمه الثعلب. متفق معايا؟ ماشي. الثعلب. ماشي. كارتيرون. هو بالصح بيجي من يعني بص يبقى يعني وبيعمل اللي مش متوقع. ده حقيقة. فعلا. ده مين كارتيرون ولا فايلر؟ كارتيرون. لا فايلر ده موضوع ثاني. فايلر ده زي لا 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 فايلر ده موضوع ثاني. الراجل بينزل يلعب كورة، عارف بيعمل إيه، تحركات اللاعيبة الثلاثة اللي تحركوا. هو أنا واصل اللي أنت عايز تقوله يا كابتن أحمد، إن أنت عايز تقول المفروض النادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، نادي المصري، النوادي الكبيرة في مصر مش رد فعل. ما تنفعش تبقى رد فعل. أيوة. لازم انا بنزل افرد أنا لعبي افرد لعبي على المباراه واكسب بدراعي زي ما بيقول. انا فاهم وجهه نظرك بس. أيوة. برضه هرجع اقول لك كارتيرون كل مباراه لها ظروفها. لا كارتيرون جه نادي الزمالك مجبر على تشكيل ومجبر على بعض اللعيبه. تمام. وبعض اللعيبه كانت مشيت من الفريق، وبعض اللعيبه ما جددتش وحصلت بعض المشاكل وبعض الحوارات، واللعيبه من ضمن اللي جددوا لها او جم في السنه ما بقتش موجوده دلوقتي في التشكيل زي كريم بامبو. أيوة. او الناس دي، وعندك تقريبا 2 3 لعيبه ما مش مكملين، فهو معذور، وهو معاه 15 16 لاعب بيلعب بيهم، فهو خلاص محفظهم خطه معينه بطريقه معينه. اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك. طيب هنخرج لفاصل دلوقتي عشان ابو العمايم اللي اتصل بينا وعايز يشوف اعراض مرض كورونا ده ايه. هنخرج لفاصل ونشوف اعراض كورونا دي ايه ونرجع لكم تاني.